انت غايت للسرعه تاع كل واحد واعد انه اولاد الحل خشوا انا دار اخش بس اولاد الحل خشوا انا دار اخش. عقدنا المؤتمر الصحفي الليله بعنوان مزاعم مشاركة قوات الدعم السريع في الصراع الليبي، لأن الملف ده أرغنا جدا جدا وتحدثت عدد من الوسائط وعدد من الجهات بإشارات معينة لقوات الدعم السريع، وكان لابد أن نحن يعني نقول حاجة في الاتجاه مش الاتجاه المعاكس لكن في الاتجاه المسلنا نحن كقوات دعم سريع، فكان لابد أن نحن وسائل الإعلام المختلفة نملكهم الحقائق، وقلنا نحن شايلين المستندات اللي نحن بنينا على هذه الحقيقة. كنا على اتصال بالسفير المسؤول من ملف جامعة الدول العربية، كنا معه ومس وشلنا منه الجلسة التمت في يوم 31/12/2019 والمحتوى فيها، وإنه السودان كان من الناس الموافقين إنه لعدم التدخل في شؤون الغير وفي شؤون الدولة الليبية وعدم التصعيد العسكري في الداخل الليبي، وإنه الناس تجلس لوفاق الطرفين المصارعين لوفاق سياسي بدلا من شنو الوفاق العسكري، وإنه التدخل الظاهر للناس الناس تحاول عبر الأمم المتحدة أن توقف هذا التدخل. كان ده هذا كلام ورأي السودان كرأي سياسي وكرأي المندوب الموجود هناك. طيب دي واحدة من الأشياء اللي نحن أخذناها مباشرة، قد يكون نحن بره في المؤتمر ما سلطنا على الضوء. واحدة من الأشياء برضو الظهور بتاع الميديا فيها كلام كثير جدا جدا، في وحدات أنا ما شفتهم، يمكن قالونا السادة الصحفيين إنه في ناس جايبين العتاد بتاعنا داخل ليبيا، وفي كلام كثير جدا جدا أن إحنا ما يعنينا الشخصية القاعد تصحر للإعلام وبيقول هو تابع الدعم السريع وبرتبة لواء ومقاتل داخل الأراضي الليبية. أنا نربط ربطي تماما مع هذه الفيديوهات والناس اللي قاعد يجيبون يتكلموا إنه التقرير الأممي الحق Human Rights Watch اللي اتبنى على حقائق موجودة على الأرض، يعني ما بقول لك ما يتبنى على حقائق، لكن الناس اللي كان هم قبضوا ناس يستجوبون أو إذا كان صوروا شخصيات أو صوروا قوات، هذه هي مثل هذه القوات اللي كان مع الشخص اللي اسمه عجب الدور اللي بيمثل إنه هو تابع الدعم السريع ويتكلم على الهواء إنه هو تابع الدعم السريع ويصير نفسه. ما لا يعقل لا يعقل إنك أنت بتقاتل مرتزق أو بتقاتل في دولة ما حقتك تصهر للإعلام بشنو بفظاظة أو بإنك أنت بتقاتل. هذا الكلام ده لا يستقيم يا جماعة، لا يستقيم تماماً. ما ده مربوط دائما انه معناتها نحن عندنا في جهات معينه بتحاول تسير طوال لغط في شنو حول قوات الدعم السريع وحول قوات المسلحه. يمكن التقرير نحن التقرير سمعنا انه حينشر وحيناقش في جنيف برضو في نفس الوقت. دي من الاشياء اللي خلتنا لابد انه نحن نحاول نوصل للاعلام الداخلي كله وللمستمع والمتلقي داخل السودان، لانه القوات دي بتهمه داخل السودان، وللراي الخارجي. الراي الخارجي عشان ما يبني عننا احنا تصور خاطئ، خاصه يعني جارتنا ليبيا. ليبيا يعني احنا تربطنا معها علاقات قديمه وعلاقات جوار وعلاقات كان فيها وصلت مرحله تكامل الزمان، ما ممكن نفقد جاره بهذه السهوله وبهذه الاتهامات اللي احنا ما عندنا فيها يد. حقيقه احنا عرضنا للناس بشفافيه ما عندنا، حتى المحاكمات تمت للاشخاص اللي ظهروا، في شخصيات ثانيه ظهرت عندهم محاكمات عندنا هسه في المستندات اللي عندي دي، لو كان ناس سالوا منا كان بنجيب لهم جزء من الشخصيات اللي تمت محاكمتها ونسرد لهم هم تابعين لها تجيها وذهبوا من هذه الجهات النظاميه بياتوا طريقه وهم حسي مطلوبين. ما عندنا اي قوات متواجده في ليبيا ولا حيكون عندنا تواجد في ليبيا البته. تمام، واحد من هذه الشخصيات انا اقول لك طبعا مباشره نحن بنلملم المعلومة اللي كده حتى بنقول للناس، ده كشف كامل من هيئة العمليات إدارة في جهاز الأمن والمخابرات، فهم واحدة من الشخصيات الظهر موجودين مع المدعو اسمه عجب الدور، اسمه رضوان علي أحمد أبو قرون. رضوان علي أحمد أبو قرون ده ظاهر هناك برضو لابس رتبة. هذا الشخص كان يتبع جهاز الأمن والمخابرات في الجزئية اللي كان من كان الدعم السريع يتبع جهاز الأمن والمخابرات، ويعتبر هروب وتم شطبه من القوى بتاريخ 1/1/2015.
في انت العسكري الموجود اذا كان في الجيش ولا في الشرطه ولا في جهاز الامن عندك فتره محدده بتقضيها في الهروب بالغياب بتعتبر هروب ويتم اجراء محاكمه غيابين وتم شطبك من القوه. في جهاز الامن والمخابرات ده تم شطبه من القوه من 2015. ده واحد من الناس اللي ظهر وين؟ ظهروا في ليبيا ومع الناس المقاتلين وبيدعي انه برضه دعم سريع. نحن ما بنجيب شخص إلا نتأكد منه بتفاصيله الموجودة عندنا. من الناس اللي كان تم القبض عليهم والله ظهر لنا في الميديا حنحاول جاهدين إنه نشوفه. إذا كان مدني عادي ده ما بنقدر نلقى عنه معلومة. إذا كان في قوات نظامية الناس القوات النظامية عندها تنسيق كامل بفتح الداتات لبعض وتشيل المعلومات إن شاء الله. طيب نحن القوات اللي كانت في اليمن حسب التحالف الموجود كان قطاعين زي ما قلنا، القطاع بتاع الامارات في داخل اليمن والقطاع السعودي من الحدود السعوديه في اتجاه اليمن. يمكن قواتنا اللي كانت موجوده هناك كانت ماسكه اغلب الجبهات في اليمن كشنو كخطوط دفاعيه، كانت بتعمل قدام القوات بتاعت الشرعيه اليمنيه وهي بتأمن خلفها تماما، لأنه الكلام ده ذكر أكثر من مرة إنه نحن مهامنا داخل اليمن كان مهام دفاعية وليست مهام هجومية. حقيقة الإمارات عدلت، الجيش الإمارات عدل من الاستراتيجية بتاعت العمل داخل اليمن وبدت تغليص القوات كاملة داخل اليمن. هذا شأن إماراتي وشأن يخص التحالف. حقيقة من القوات اللي تم تخفيضها القوات السودانية، يمكن رجعت أغلب القوات أو جلها، فضت عندنا مجموعة واحدة داخل اليمن. آخر معلومة نحن عندنا يمكن الرئاسة بتاعت القوات ذاتها وصلت السودان، الرئاسة بتاعت قواتنا نحن في الطرف اليمني لأنه عندنا قيادة في كل رئاسة قواتنا في اليمن كلها كقطاع برضو وصلت السودان، معناتها فضلت مجموعة بسيطة بيكون عندها إجراءات أخرى احنا بنعرفها في حينها وبعد ذاك بنملكها للناس المواطنة. الحد حسي هي موجودة يعني آخر قوات موجودة يمكن 657 فرد في اليمن. في اليمن.